انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هتكلم النهاردة عن نموذج من نماذج أدعياء المحبة، واللي بيقولوا إن ديننا هو دين محبة والله محبة وأحبوا أعداءكم، والشعارات اللي حضراتكم عارفينها دي وبتسمعوها لما بيجوا يعملوا دعاية لدينهم. ولكن على أرض الواقع الكلام ده كله كان فيه منه خلص. النموذج اللي هتكلم عنه هو الشخص النكرة الشهير بعم شكشك المحسوب على أقباط المهجر، واللي قلبه مليان حقد على الإسلام وبيهرتل بكلام من وحي الخيال تشبه حكايات ألف ليلة وليلة، واللي بيستضيفه شخص دايما بيردد عبارة قناة الفكر الحر لا تنتمي لأي دين، هي قناة حريات. وسبحان الله يقول قناتنا قناة حريات، وبعدها مباشرة يقول المسيحيين مضطهدين في مصر. يا جماعة قناة الفكر الحر لا تنتمي لأي دين، هي قناة حريات. وللأسف الشديد المسيحيين في مصر مضطهدين، الصدفة التاريخية. فهطلع أكلمك يعني هقول لك هاخد حق المسلمين؟ ما واخدين حقوقهم. يعني مش قادر تصبر على الحقد والكره ونيتك اللي بتحاول تداريها على الأقل لنص الحلقة أو نهاية الحلقة، ولا اللي في نيتك نطق بلسانك واعترفت إنك بتدافع عن المسيحيين وبتهاجم المسلمين لأنهم واخدين حقوقهم؟ وفين الحقوق اللي واخدينها المسلمين؟ واخدين حقوقهم بأمارة اختطافي ووضعي في أحد الأديرة التابعة للكنيسة في بني سويف بعد إشهار إسلامي، ولما ربنا وفقني للهروب بدأت الحرب باختطافكم لأولادي وإخفائهم في دار أيتام علشان أمهم أسلمت، يعني أصبحت من المسلمين. ومع ذلك الست المسلمة دي ما خدتش حقها الشرعي والقانوني والإنساني إنها تربي أولادها. تخليتم عن إنسانيتكم المزعومة والمزيفة لما حاولتوا تساوموني على أولادي مقابل رجوع للمسيحية، والتسريبات نشرتها كلها باعتراف رحومة الحرامي وسكرتيرته اللي قالت احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يكونوا مسلمين. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. المسيحيين مضطهدين والمسلمين واخدين حقوقهم، بأمارة حبس الاخ المحترم احمد سبيع لاكتر من سنتين بدون محاكمة. انتشر اسم أحمد سبيع خلال الأيام القليلة الماضية على المنصات المختلفة بعد أن باءن عن اعتقاله وحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. المسيحيين مضطهدين والمسلمين واخدين حقوقهم بأمارة حبس محامي رفع دعوة إزراء أديان ضد فاطمة نعوت، أم القاضي شطب اسم فاطمة نعوت ووضعه متهم مكانها. فوجئت أن القاضي أدرجني متهم في محضر الجلسة وفي أجندة الجلسات وفرور القضية، وبعد أن أثبتت طلباتي بعد أن أثبتت حضوري بدأ غير اسم المتهمة وحط اسمي مكانها، وبعد أن أثبتت حضوري فبطلب في محضر الجلسة سعادتك والحاضر بعد أن تبين له إدراج اسمه متهم في محضر الجلسة وأجندة الجلسات ورول القضية قد قرر. قال لي لا مش هثبت لك الكلام ده. قال لي يعني مش هثبت لي سعادتك الكلام ده من حقي ده جريمة قذف، ده هيئة المحكمة بتقذفني. ما هو جريمة القذف تعرفها ايه في القانون؟ ان انسب اليك فعل ليس فيك من شأنه ان يشينك او يوينك او يسوء سمعتك.
هذه جريمة القذف اللي اتعرفنا عليها في القانون، يعني القانون عرف لنا جريمة القذف ان انا اقول عليك ان انت مجرم وانشر. يعني انت رافض؟ رحت المحكمة لقيت نفسي نازل متهم. وهي مش نازل اسمها؟ لا، وهتتنادى على القضية محمد عفيف المتهم يا فندم، ده انا المحامي، وحطني في القفص لحد ما القضية تخلص. المتهم بالزرقة دي؟ يعني كان هيحصل كده بالظبط، ان كان هيناد. والله انا بكلم كده مش بهزر. الكلام ده متقدم بيه شكاوي في التفتيش القضائي والمساعد وزير العدل، يعني الكلام ده مثبت ورقيا ومثبت صوتيا مش ورقيا بس. المسيحيين مضطهدين بأمر نشر خبر اطلاق سراح شاب قبطي متهم بازدراء الدين الاسلامي، وذلك على خلفية قيامه بعمل مشاركة لصورة مسيئة للاسلام من احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والخبر ده من موقع الاقباط متحدون ومش من موقع اسلامي. المسيحيين مضطهدين بأمر نشر خبر اخلاء سبيل يوسف هاني صاحب اهانة الرسول بحجة انه قدم اعتذاره، يعني اشتم براحتك في الاسلام ونبي الاسلام وبعد كده اعتذر وتاخد البراءة بسهولة. والامثلة كتيرة جدا ويطول الوقت العرضها، لكن اكتفي بالنماذج دي اللي بتوضح حجم الاضطهاد الواقع على المسلمين وبتوضح الحقد الدفين منكم على الاسلام، وفي الاخر بتمثلوا دور الضحية اللي وقع عليها الظلم والاضطهاد. المهم ان صاحب قناة الفكر الموجه أصابته حالة من الفزع علشان تم القبض على أحد تلاميذ زكريا بطرس، اللي عملت عنه حلقة بعنوان على قطة زكريا بطرس فضيحة منصر اعتنقت حماته الإسلام فهاجم المسلمين. وضحت وقتها تدليسه وكذبه وبينت أنه عامل نظافة بشركة مستلزمات طبية، وعرضت بطاقته الشخصية ووضحت الوظيفة. لكن الغريبة أن صاحب قناة الفكر الموجه للحرب على الإسلام بيطلق على عامل النظافة مهندس. عايزين نسمع النهاردة ايه اللي حصل مع المهندس مخلص. ومع احترامي لكل المهن ولكل صاحب مهنة شريفة، ما ينفعش واحد يبقى شغال عامل نظافة ومش معاه شهادة ويقولوا عليه مهندس، فده استخفاف بعقول الناس. مخلص ده مجرد قارئ لكلام مكتوب من خلال فريق اعداد، زي فريق اعداد ابوه الكذاب زكريا بطرس بالظبط، وعلشان هو صبي زكريا بطرس فبيدافع عنه وعمل أكتر من فيديو علشان يلمع صورته. ومن ضمن العناوين البراقة اللي عملها لتلميع صورة زكريا بطرس ومهاجمة المسلمين، القمص زكريا بطرس يفتح ملفات خطيرة من كتب التراث، والقمص زكريا بطرس يدهس محمود داود في حلقة عمر خزي الملك، ورد الصاحك للقمص زكريا بطرس على محمود داود حول المناظرة المرتقبة. وسبب تطوع مخلص في الهجوم على الإسلام هو اعتناق حماته الإسلام، فحصلت له عقدة من الإسلام والمسلمين، قرر أنه ينضم لمدرسة الكذب والتدليس اللي بيمثلها أبو زكريا بطرس، طمعا في السفر للخارج اللي حاول فيه لكنه فشل بسبب عدم حصوله على مؤهل دراسي، وده اللي هزبته النهاردة من خلال تسريب ليه مع عمه شكشك في مكالمة على البث المباشر. المهم ان شكشك قال ان مخلص ازاي يتقبض عليه ومفيش غلطة بيغلطها في حد. عملوا استدعى من يومين، وهو اصلا من اسيوط، هو عامل قناتين بالرد، ما تلاقيش غلطة بيغلطها في اي حد. يلا يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كذاب كدب الابل. طيب نشوف كلام الكذاب شكشك ونرجع لحلقات مخلص ونشوف هل فعلا مش بيغلط في حد خالص. الحقيقة هو عمل أكتر من حلقة بيهاجم الإسلام والمسلمين، ومنها أزمات القرآن على مر التاريخ، وهل القرآن الكريم كرم مريم العذراء أم اتهمها بالزنا، والأكذوبة الإسلامية في تحريم في الكتب النصرانية. أما بقى فأنا شخصيا عمل أكتر من حلقة عني وبيكتب عناوين كاذبة لا تعبر عن المحتوى اللي بيقدمه. فمثلا عمل حلقة كتب فيها على الغلاف نوع السيد ترفع شعار أنا بضيع يا وديع، خسرت المسيح والمسيحية وأولادي وزوجي وعائلتي وكل شيء. فيا ترى امتى أنا قلت أني خسرت المسيح والمسيحية وأولادي وزوجي وعائلتي وكل شيء؟ وجايب كمان صورة سيف ومكتوب تحته أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فده كوكتيل غباء على حقد على تدليس على كذب على حقارة منكم.
عموما انا ربحت المسيح وكسبت احترامه اللي انتوا مرمختوا بكرامته الارض وخلتوه من نسل زواني وخروف ودوده وضعيف ومهان ومحتقر وملعون. اما ولادي فلم اخسرهم بل تركت امرهم لمن خلقهم وهو القادر على ان يجمعني بهم في يوم من الايام باذن الله تعالى، كما رد سيدنا موسى لامه وجمع سيدنا يوسف بأبيه يعقوب. وكفاية ان موضوع اولادي شاهد على ارهابكم وانكم فوق القانون على الرغم اني معايا الحكم الا ان القانون لم ينفذ وفوضت امري الى الله. فالحمد لله انا بفضل كبير لاني اعبد اله قادر ليس كمثله شيء، واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وتعالوا نسمع غلطة كمان من غلطات عامل النظافة مخلص اللي بيقول عليه شكشك ان مفيش غلطة غلطها في اي حد. النهاردة معانا فيديو لنهى السيد وهتتكلم عن موضوع هتكلم النهاردة عن سر الافخارستيا او سر التناول او القربان المقدس. يعني نهى السيد هتقدم معلومات جديدة عن سر التناول اللي بتمارسه الكنيسة اللي فيه بيأكل النصارى الههم ما بيشربون دمه اللي فيه بياكل النصارى الههم ما بيشربون دمه وذلك حسب ايمانهم. كده واضح من اولها انها لا تعلم شيء عن سر التناول، لان في سر التناول بناكل جسد المسيح ومش بناكل الاله. يعني لو انت مثلا في حضانه وقلت الكلام ده امام الاطفال في كي جي 1 هيشطوكي بالشلوت. ليه بقى؟ لانك لم تستخدم المنطق في الكلام عن اي اله ياكله المسيحيين. يا ناسخه الفيديوهات، نحن لا ناكل الاله، نحن ناكل جسد المسيح ونشرب دمه، وده دليل على اتحادنا بالمسيح. في التناول بدوق بجد بجد ربنا، دوق بجد مش هزار، باخد جسد حقيقي ودم حقيقي. شفت بقى يا باش مهندس على ما تفرج انك مدلس وبتقرا السكريبت المكتوب من غير ما تفهم كالحمار يحمل اصفار، واتضح انك بتاكل ربك بجد لانك بتؤمن ان المسيح اله. ولك عين تقول ان لو طفل في الحضانة سمع الكلام ده يضربني بالشلوت، واضح ان ربنا انتقم منك واخدت بالشلوت لما شبعت. وبالرغم من كل ده يجي عم شكشك يقول انه اتقبض على مخلص علشان بيرد على نهى السيد. يعني لما جاي يرد على سيادة اللواء اركان حرب سيادة اللواء نهى السيد اللي هي ايه الف حاضي يا عم مجدي؟ نعم ايه الف حاضي؟ يعني اكبر حمار مش اركان حرب. ما دي اصلا تم القبض على او تم استدعائه والقبض عليه وحجزه بناء على توجيهات مباشره بالامر المباشر. في حاجه اسمها الامر المباشر، انت بالك، بناء على تعليمات نهى السيد. انا اقول لكم بقى مين اكبر حمار، وبالدليل لانكم بصراحه بتفترضوا جهل اللي بيسمعكم من النصارى، لانكم بتوجهوا كلامكم لناس اتعودوا انهم ما يفكروش. وعلى حسب كتابك يا شكشك انت والشخص اللي معاك عديم الفهم زي الحمار بالظبط، اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرى يولد الانسان. فكتابك وصفك بانك عديم الفهم ومش بتفهم زي الحمار بالظبط، ومش بس كده، ده كتابك وصفك انك خروف، خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. وكمان في نص تاني بيأكد انك خروف وبيقول فيه يسوع لأتباعه لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. وتأكيدا على كلامي اسمع الترنيمة دي اللي بتأكد انك خروف. أنا الخروف الضال اللي كان حالي حال، أنا الخروف الضال لكن حبيبي حن ليا، لكن حبيبي حن عليا، وأنا الخروف اللي كان حالي حال. عرفت يا خروف منك ليه؟ إن كتابك وصفك بالخروف. وبعدين شكشك بيقول إن في أوامر مباشرة صدرت مني بالقبض على مخلص، يا ترى فين مصدر معلوماتك؟ مش عايزة مقماية خرفان على الفاضي، اتكلم بدليل يا تخرس خالص. عايزين نشوف الصراصير طالعة والطفح الدعوي اللي طالع علينا من الأمن الوطني ونعمل لهم كده، ليه؟ بناء على توجيهات المجرمة الصايعة المعمول لها اتنين نشوز
انت هو بالك اللي تاخد منها عيالها نوها السيد دي مين؟ طبعا دي اللي هو اركان حرب دي اعلى من عادل عبد العزيز جعفر. دي بترضي وبتشفي صدور قوم المؤمنين. وبعدين واضح انكم واخدين الموضوع سبوبه مش اكتر، وبتضحكوا على عقول النصارى اللي في مصر وعايزين تعملوا فتنه طائفيه وتكرهوا المسلمين في النصارى وتكرهوا النصارى في المسلمين. انت عم شكشك بره مصر، طيب الناس اللي في مصر وبتسمع كلامك وهتتبهدل هيكون ذنبها ايه؟ هتكون طبعا كبش فدا زي مخلص، وسلسله ضحاياكم كتير مش بتخلص. انت بتشتمني وبتقول عليا صايعه، احب اعرفك ان الصايعه دي عندك في البيت اللي بتروح تعترف للقسيس وانت منتظرها بره. معلش ما هو كتابك قال عليك خروف بقرون. وبعدين يا ريت ما تضحكوش على الناس وتقولوا انكم بتدافعوا عن المسيحيه. انتوا بتدافعوا عن سبوبتكم واكل عيشكم لدرجة انك مش عارف ان ربك قال ان الشتمون لا يرثون الملكوت، يعني انت كده بره الملكوت. وكمان انت مش بتسمع كلام ربك لما قالك احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. بيقول ايه السيد المسيح؟ ولكني اقول لكم ايها السامعون احب اعدائكم باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. اي حد بيضطهدني بيتعبني انا بحبه. يعني مش كفاية ان عدوك تحتمله، مش كفاية تصبر عليه، مش كفاية تغفر ليه، لا ده انت لازم تحبه. ولا الكلام ده شعارات وخلاص؟ عرفت ان دينك صعب تنفيذه وانت كده اصبحت علماني وليبرالي من غير ما تدرى. يا ريت محتاجين ارقام قضايا النشوز اللي انت قلت عليهم وتعرضهم كده عند صاحب قناة الفكر الموجه علشان النصارى يصدقوكم. واللي انا ممكن اقول عليك انك عندك 4 قضايا دعارة وقضيتين مخدرات، ما هو كلام مفيش اسهل منه يا خروف منك ليه. المهم بعد الضجة الكبيرة اللي عملها شكشك والشخص اللي معاه علشان اتقبض على مخلص افندي زي ما اتقبض على غيره قبل كده، وتم الافراج عنهم بعد الاعتذار وبوس القدم وابداء الندم على اللي عملوه، تم الافراج برضو عن مخلص افندي وعمل اتصاله بالعم شكشك في قناة الفكر الموجه، وطلع كل الكلام بتاع الاضطهاد والاوامر اللي بنديها للامن ده انهم يقبضوا على النصارى كله كلام فنكوش وكلام في الهوى، يعني بيعملوا فتنة وهم بيخلعوا. المهم يطلع يقول انا كنت بدافع عن الايمان المسيحي وبرد على الناس اللي بيطالبونا بالرد وانه اتطوع يرد. استاذ مخلص الحمد لله بالسلامة وطمنا عليك، حضرتك كويس؟ الحمد لله اشكر ربنا انا كويس، يعني انا لسه طالع من كام ساعة كده ووصلت للبيت الحمد لله. الامن الوطني اطلق سراحي فجأة كده دون مقدمات، انا معرفش فجأة كده من 3-4 ساعات قالوا لي خلاص احنا هنسيبك تطلع. طب كانت التهمة ايه يا استاذ مخلص؟ التهمة ان انا يعني بحاول ان انا بدافع عن ايمان المسيحي. انا طبعا في شخصيات اتكلموا عن المسيحية بطريقة مش كويسة وكانوا طالبين ان احنا نرد، يعني هم طول الوقت يا جماعة من فضلكم ردوا علينا ردوا، فانا تطوعت ان انا ارد يعني بكل ادب وبكل ذوق واحترام، وعمري ما اهنت حد. يعني حتى لما اتكلمت وانا بكلم مثلا عن مدام نهى السيد كنت بقول السيدة نهى السيد، واضح من اولها انها لا تعلم شيء عن سر التناول، لان في سر التناول بناكل جسد المسيح ومش بناكل الاله. يعني لو انت مثلا في حضانة وقلت الكلام ده امام الاطفال في كي جي 1 هيشطوكي بالشلوت. السيدة نهى السيد، الأستاذ معاذ أليان، الأستاذ محمود داود، فكنت بستخدم يعني أسلوب مهذب علشان أرد، بس واضح إن الرد بتاعي ما كانش عاجب الناس دي. كذاب كذب الإبل، بيقول أنا برد باحترام على السيدة نهى السيد. طيب والبوسترات وأغلفة الحلقات اللي بتعملها دي بتسميه إيه؟ الكذب والتدليس ده ممكن تضحك بيه على النصارى بس متعرفش تضحك بيه على المسلمين اللي كل حاجة بيفتشوا عنها ويبحثوا عن الأدلة. هو انت فاكر لما تكتب على قناتك انك مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية خلاص كده الناس هتصدقك؟ ما تعرفش ان في ناس بتشغل دماغها وتعرف توصل لبياناتك يا ساذج. المهم من صاحب قناة الفكر الموجه سألوا سؤال عن المعاملة اللي اتعامل بيها من جانب الأمن. طبعا
طبعا يعني حضرتك عارف لازم اسالك، هل عملت بطريقه مهينه؟ هل حد كلمك ولا كان الموضوع ايه؟ معلش مش مصرح ان انا اتكلم في الحته دي. خلاص تمام، انا طلب مني ان انا ما اتكلمش. خلاص تمام فهمت يا استاذ. انا طلب مني يا استاذ، طلب مني يا استاذ وسام ان انا ما اتكلمش. هو هنا علشان عارف انه على الهوا في بث مباشر قال طلب مني اني ما اتكلمش على اللي حصل معايا، بس علشان ربنا اراد انه يوضح نيته وغرضه من عمل الفيديوهات مش الدفاع عن الايمان المسيحي، ولكن الموضوع سبوبة وانتهاز فرصة للسفر للخارج. عمل مكالمة مفاجأة مع عمه شكشك وهو طالع بس في قناة تانية غير قناة صاحبه الانتيم. الموقف ده بيفكرني بالموقف اللي حصل مع دوماديوس الراهب والدعية المعاصر لما نسيوا النوم على البث. فتعالوا نشوف بقى ايه اللي حصل. حبيبي مبروك. ايه قول لي احكي لي ايه اللي حصل. السلام ونعم الجميع، بنرحب بكم مرة تانية وخبر عاجل. ألف مليون مبروك. الحمد لله بسلامة مهندس مخلص ألفونس. لا يا حبيبي محمود عليه في موضوع ازدراء الأديان. ألف ألف الحمد لله بالسلامة باشمهندس مخلص. ومعنا أستاذ مجدي هيحكي لنا دلوقتي. الواد سردينا خششني على الفيس. علمني كل حاجه الا حاجه واحده بس. ايه؟ معلمنيش ازاي اقفل اللايف. ايه؟ انت مشغل اللايف؟ اهو دلوقتي. ما اعرفش انا يعني هما اخر 3 ساعات عاملوني كويس. بعد ما خدوا على دماغهم يعني. ايوه خلاص. بالظبط كده، انا حسيت ان خدوا على دماغهم. ما في حاجه حصلت. كنا بنصلي لك دلوقتي. غيروا المعامله. طبعا قلعوك غموك عملوا لك اي حاجه؟ لا هو بس يعني كان في الفاظ مش كويسه اللي اتأدب. ما بقى متعودين عفة لسانهم النجس. ربنا يكمل. بالظبط كده. الف مليون مبروك يا حبيبي، ومحدش هيقدر يقرب منك تاني. الحمد لله على السلامه. بس انا طبعا الحمد لله بسلامه حضرتك استاذ مخلص. يعني ايوه قول. في اي امكانيه انا اطلع بره لازم اطلع بره باسم يسوع. عن الصرف ما تقلقش اطلع بره لان انا مش هقدر اكمل. لا هتكمل وهنعمل كل حاجه. ومحد بص انت دخلت اسد وراجع اسد، محدش بيعلمنا ان احنا بقى اسود. انت قبلت اللي شفته يا اخي مجدي، اللي شفته صعب يعني. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه، وكل واحد حر في نفسه. معلش يا حبيبي مسحها فيا. مش القصد، لا يعني انا بس اتمنى ان فعلا لازم يشوف باسم يسوع لن تجري ايديهم قصدا. باسم الرب يسوع ربنا يحميك ويحمي ولادك ويحمي ماما ويحمي العيله كلها باسم يسوع. امين. الحمد لله على سلامتك. يا ريت لو انت عندك مقدره في ربنا يكمل. سيب الموضوع ده هنتكلم فيه بعدين سوا. امين. امين يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك واسم خدامك. تحياتي يا استاذ مجدي. سالوني عن مين كذا بره، انا قلت ما اعرفش ما عنديش حد. باسم يسوع يعني ياخد معلومات. لا يا حبيبي ما تقولش كده، خدامك مخلص يا حبيبي. خدامك يا حبيبي. ربنا يبارك لك ويحافظ عليك ودايما مجد المجد. بو انا عايزك تحضن ماما بقى عشان امبارح هي قامت معايا بالواجب يعني. احضنها لي كده وبوسها من خدها ده وخدها ده وقول لها ده مجدي بعت لك البوسه دي. امين. واقعد كده فرح ولادك كده وافرح بيهم والحمد لله على السلامه. مش هتقل عليك اكتر من كده، نام مرتاح وبعد كده نتكلم. الست هانم بدات البث وعم شكشك مشغول في مكالمه مع الباشمهندس عامل النظافه في شركه المستلزمات الطبيه، وكل واحد في وادي. وبدأ مخلص افندي يفضفض ويبوح عن الاسرار اللي طلب منه انه ما يتكلمش عنها، وقال انه اتعذب وتهان واتشتم وعايز يطلع بره مصر علشان يعمل لجوء ويكذب ويدلس براحته زي ابوه زكريا بطرس. وقال انه اخر 3 ساعات عملوه كويس، يعني معنى كده ان قبل كده كان بيتعامل اسوأ معاملة. وازاي شكشك بيقول له انت اسد وهو بيقول انا عايز اطلع بره مصر؟ هو الاسد بيهرب من المواجهة ولا انت فار ومخبى علينا؟ قول ما تتكسفش. على فكرة عم شكشك بيسرح بيك وبيقول ماشي علشان يلم عليك تبرعات زي رحومة الحرامي، انت مجرد كومبارس بيأدي الدور بتاعه اللي بيمثله وفي اقرب وقت هتترمي زي غيرك.
وخلي بالكم يا جماعة، مخلص هيتواصل مع عم شكشك من تليفون المدام علشان تليفونه ممكن يكون متراقب، وده بلاغ على الهوى لمن يهمه الأمر. وعلشان بقى أبقى أركان حرب بصحيح، وقبل ما أختم الحلقة عايز أسأل صاحب قناة الفكر الموجه، هي الساعة كام عندكم دلوقتي في مصر؟ وإلى اللقاء في حلقة قادمة وفضيحة جديدة من فضائح أدعياء المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.